اقرب شويه شويه الميكرو نجله سي بون. ايوا هكا نسمعك بالقدا. وينك شنو احوالك؟ انا زاد توحشتك وفرحانه برشا اللي انا ريتك. يعيشك يعيشك. انت تو تعتبر بطاله تلفزيون شمالي؟ ما جاتكش تجربه جديده في الكرونيك؟ ديجا سيزون بشتوفخ. يروح فما شكون هكا اللي يخرج من برنامج تك يفكوا برنامج اخر. اللي فماش هما ديجا التلفز يعني واش باش يفكوا، ما عندهم ما يفكوا الوضع الحالي اللي موجود. اي معناتها هل معناتها علاش انت كان معناتها خروجك من الكل في الكل وكو ما فماش فرص اخرى؟ هل كانت التجربه معناتها ضعيفه شويه ما افادتش، ما خليتش العباد تركز معاك تزيد تبني معاك تطور معاك اكثر؟ تعتبرها تعديت انا برسيوت عاديه؟ ليه ولا ليه، معناها التجربة أنا كنت فرحانة بها، لعبت تبع فيا خاطر بيان سور كي نمشي انفيتي في بلاتو باش نحكي على البرودوي متاعي ونحكي شوية، أما في البرنامج هذا العباد يشوفوا يشوفوا رأيي في برشا جوانب وبرشا أكتواليتي ويشوفوا معناها ويقربوا النجلة الإنسانة شنو رأيها شنو كيفاش. كانت تجربة حلوة بالنسبة لي أنا والعباد تبعتني وعجبتهم. باش خرجت بها التجربه هذه؟ باش استفدت انت من التجربه هذه؟ قلت لك اول شنو اللي زاد جديد في نجله؟ شنو هو البلوس؟ البلوس هو استفدت اول حاجه كما قلت لك انا قبل حتى كي مع امين جارا كرونيكوز ما دمتش على خاطر تعرف انت الظرف اللي صار، مش انا على خاطر هو مشي لقناه الحوار والكل الكيب الكلها فهمت وانا مصحه وقت مع التاسعه. توا هذه بالنسبه لي انا جات فرصه قلت بوركوا با نقعد ونشوف. عرفت عبيد جدد كيما سي حسن بن عثمان، تعرفت على الناس كانت تجربه مزيانه. العبيد كيما قلت لك قربوا مني، قربت من الناس، عطيت رايي بكل حريه، عطيت رايي بكل حريه زيدا. ريت هذا كله محلاه، علاش خرجت وفرطت فيه؟ خرجت وفرت على خاطر التصوير يقعد برشا، معناها مدة التصوير تقعد برشا، الحكم ديزانفيتي ولا يبداو فما باش شكون اللي باش يغني او ترى شنو هو. اي سامحني نجلة، معناتها انسان يلقى الظروف هذه الباهية وانك تحكي بحرية انك تخدم على روحك، شهريتك كل اخر شهر تلقاها مريقلة. اي لاني خوف فلوسي الحق خلصت ما نكذبش باش نقول كل شهر خلصت. اي لي وهم كل اربع شهور هي ديني ما تسالهم شيء تو. لا لا ما تسالهم شيء لكن تعبت انا فرمزي تعبت. لكن فما تصريحات اخرى غير هذا من ديكرونيكور اخرين. عربي المازني مثلا صرح في برنامج فكرة سامي الفهري اي قال انه هو غادر وخرج بسبب الفلوس ومع البرود وما خلصوهوش شهر. معناتها شنو رايك ساعه حد هنا عربي المازني ما خلصوش من نجلة التونسية خلصوني؟ شمعنات كل واحد يحكي على روحه؟ غرور هذا نسميه؟ ليه مش غرور اخي، انا خلصت نقول ما خلصت حاجه اخرى كعربي المازني رجع. باه هذاك هو البارتي الثانيه من بعد بجمعه شفناه رجع دوك هل خلصوه ورجع ولا مقابيين يقول لك نرجع خير من اللي انا معنا؟ انا والله وقت اللي رجع عربي المازني انا مانيش موجوده، انا وقتها ديجا كنت خرجت معناها في حلقه رجوع عربي المازني انا مانيش موجوده في البلاد زعما الكن المدوك بيه انت شهريتك عطوها العربي اما سي سو لا اما سي سو راه تفهموا معاه وخلصوه ولا تفهموا خاطر عربي قبلي معناها من السيزون اللي قبل وعلاقته بالمنجا اكثر مني معناها فهمت شو يا رمزي. انا كنت واضحه انا من اول نهار كلمتني ومشيت قلت لها راهو انا ما نحبش راس الشهر ومن بعد يولي شهر ونص وبعد صحيح شهرين كنت بعد ثلاثة شهر وتعطيك شهر وتبقى كنت واضحة خاطر زادة برشا معناها قبل ما ندخل هنا ديك خونيكر خرجوا وحكيوا والكل قلت لي راهو ليل وامور واضحة انا معايا سي بون خلصت باش ما نكذبش على المرأة. نجلة التونسية هي فنانة استعراضية، معناتها تنجم تقول انك اليوم نجمة الاستعراض الأولى في تونس؟ انا ما من نجمش انا نقول حتى واحد ما ينجم يقول على روحه الا العبيد هي اللي فما شكون يقول لك انت الاولى نجله يقول لك العبيد اللي تحبك لي فان ولا اصحابك العبيد اللي هي تحبك معناها باش تعتلقبك هكا مي واحد باش يجي يقول لكن انت عندك جوائز خذيت نتفكر في سنين اللي الفارطه خذيت جوائز احسن
نجمة استعراضية حسين معناتها. هي 2019 و2020 زاد. ما هذا استفتاء من الببليك معناها من الناس. بالنسبة لي أنا هذا نعتز بيه ونحسه هذا رسمي لي، خاطر احنا الكلنا رسمي لنا للناس اللي تحبنا واللي فان هما بيدهم معناها هذوكم يطلعوك يهبطوك، فهمت؟ الناس اللي تحبك. نجلة اش عندك جديد؟ عندك شي هبلة جديدة كنا نستناو فيها؟ عندك شي حاجة؟ أكيد أنا نحسك تو قاعدة غاطسة في حاجة مش تطبخنا في حاجة. صحيح والله عندي أغنية ليبية وإن شاء الله باش نصورها قريب قبل رمضان، خاطر باش تهبط إن شاء الله في العيد مع ياسين تبقى كلمات وألحان نيس العياري، تحية ليهم وتحية ليهم. وعندي زادة ديو أنا شيخ علي برشا مع الفنان البدوي الكبير الغزي عبد اللطيف الغزي. بالنسبة لي أنا جو بدوي حلو، وأنا عبد اللطيف الغزي من أنا صغير أنا فاهم بيه فنان يعني كبير عبد اللطيف الغزي، أنا برشا نحبه عبد اللطيف الغزي. به مش نشوفوك رمضان السنة ولا؟ والله لا، عملت بيلوت متاع سيت كوم وما كنت عارف الانتاج والفازات. به نجم نعطيك مش نعطيك أسئلة وتجاوبني بصراحة. به هذه في الفقرة هذه الصراحة. صراحه راح شبيك هكا حسيتك عم تك صراحه برك انا صريحه بطبيعتي مش لو كان يجيك عرض مغري اي معناتها بالزواج مقابل معناتها من رجل اعمال معناتها برشا فلوس مقابل انك تبطل الفن اي تقبل ولا؟ اول حاجه وين هو اللي عنده برشا فلوس؟ والله ما عادش شوف فيهم صراحه. وفي الوضع هذا ورجل عمل يشكي يبكي قلت لي بالوضع هذا كيف ما شكون مبطل الفن والموزيكا والغناء والكل مبطل معرفة نخرج من الرقعة الأرضية جملة نخرج فماش رمزي هذي كوش كي نحلم ولا حاجة بصراحة فماش يقول لك ثري عربي يريد كان فقير العربي أنا اغزل لي قبل الفلوس ما نقولكش انا ما نحبش الفلوس خاطر العباد الكل تعيش معناها وسيله نعيشوا بها وباش نعيشوا مرتاحين والكل اما يلزم اهم حاجه يكون علاقته بنتي بيا معناها يقبل بنتي كيما بنته وبنتي زاده تحبه كونه باش يكون لها ابو والكل هذه اهم حاجه خلينا نقولوا معناتها اهم بالنسبه لك انت شرط انه معناتها يكون علاقه بيه مع بنتك ويقبل بنتك بتبيع اهم حاجه في الدنيا انا اللي خرج بها هي بنتي كان ما يقبلش بنتي ويكون عنده فلوس الدنيا الكل ما عندي من نعمل بيه معناها نجلة هل انت مقصره في حق بنتك؟ لا مانيش مقصره ابدا عطيتها معناتها نعرف تخدم بالليل وتخدم من... وتتعب برشا خدمتي بالليل والحاجه الحمد لله انا قاعدين مانيش نخدم في الليل لا نحكي لك مش على الفتره هذه اللي فتره صعيبه ان شاء الله نتجوزوا حتى قبل الغزل اللي باش نقول لك العباد في بالهم نخدموا بالليل في بالهم كل يوم نخدم في الليل معناها حتى قبل الكورونا مانيش نخدم ما اثرتش معناتها على علاقتك لا لا نخدم مره في الجمعه وفي الويكاند بنتي في الدار يا معاها ماما يا اختي يا المراه اللي هي تعيش معانا والكل سينو مانيش معناها بنتي علاقتي بها اما انا ممكن نحبها اكثر ممكن نحب نوفر لها اكثر ممكن كي خرجت من البرنامج هكا مره مع قلت لك هكا مع بنتك هكا حسيت بروحك مقصره معاها حسيت كان نهار هذي النهار الوحيد اللي انا صورت فيه سهريه عيد الحب وكوني انا ما هزتش طاقه حسيت وقتها اللي انا قصرت معاه وحسيت بالذنب وديريكت هذيك وقتها هبطت ستاتيو اللي انا خرجت من البرنامج هكا هاو صار انت خروجك من البرنامج معناتها مأثر عليه برشا بنسبة كبيرة انك قصرت في حق بنتك بالطبيعة خاطر اول مرة في حياتي ملي بديت تقرا ما هزيتش تقرا معني نغيبها فرق بين تبدا مريضة ما نهزهاش تقرا فرق بين انا ما نجمتش نقوم نهزها تقرا هذيا انا اللي هذيا المره الوحيده في حياتي وهذيك علاش حبيت هي برشا بيانسور اثرت فيا يا اخي انا نخدم باش نقري انا نقعد راقده تعبت بالحق تعبت معناها التصوير قلت لك من نص ساعه ونص تاع القايله لما طلعت نتاع الصباح عيط تعبت رمزي ما نجمتش لا ما نجمتش بالرغم اللي بعد التصريح هذاك عاودوا كلموني الانتاج وكلمني عم حسن كلمني فيصل الحديري كلموني الكل على اساس باش نرجع وهنا باش نقصروا في مدة الوقت نتاع التصوير والكل قلت لهم ليش على مرة وعليش التصوير أخر. المدة هذه كاملة أنا تو نعرف التلفزة أقل بياسر من سوايع تصوير ودرت مشيت ضيف مع برشا برامج نعرف أقل برشا علاش بما دي ساعة المدة هذه بيكش بيو مدي ساعة فيصل يجي نص الليل لا يجي بكري فيصل تحية الفيصل فيصل الحذيري ما هكيك حتى حضرت أنا خدمت قبل مع مين قال زادة ما نقعدوش الوقت صحيت أنا مش نرجع على بعض الإجابات
جاوبتهم انت في برنامج عبد اللي شو تايم وفي دي ستاتوي وفي برشا تصريحات نتاعك. انا نوعا ما حسيتها قاسيه شويه، نحب ما اتصرح اكثر ونستفسر منك اكثر. جوابك مثلا على ليلى بن خليفه في عبد اللي شو تايم انا حسيته جارح. انت ما انتش انا جاوبتها جواب جارح. وي اي هيش قالت هي معناها عملت لي كاغيس وانا جاوبتها جواب جارح. هي ما يزيدها كيف كيف، هي حسب ما قالت انا جاوبت. انا من الاول كي حكيت مع عليها في الموزايك حكيت عادي معناها، ما هي كي طلعت في فكره سيمي وقالت الفاسون اللي قالت بيها انا حسب طريقتها جاوبتها. خاطب القوم بما يفهمون، ما قالت هي باش معروفه تعرفت بالملحفه، ما هي قالت هي علاش قلت انا تعرفت بالملحفه، ما هي قالت لعبت كل تعرفوها باش تعرفت علي انا باش تعرفت وتعرفوها كيفاش تعرفت كيفاش تعرفت. قلت لهم العباد يعرفوني باش تعرفت، حبيت نعرف العباد هي باش تعرفت، فما عباد ما عندهمش خلفيه عليها باش تعرفت. به قبل ما نتعديو لجوابك على حاتم القيساني نمشيو فاصل ونرجع. مشاهير مشاهير ترجع لكم بعد شوية. Pour votre santé, mangez bien, mangez bio. Venez visiter et déguster les produits bio au Salon Bio Expo les 1er, 2 et 3 avril 2021 au siège du Lutica Tunis. Le salon est ouvert de 10h à 19h. على خاطر مؤسسات الهادي بن عياد ديما تخمم فيكم وبالبروموات تزهيكم، ومن اليوم تلقاو تخفيضات على الكتروميناجي الكل، ماشينا لافي، لي تي في، الفريجيدارات، كويزينيير اي لي روبو. مالا ما تضيعوش الفرصه ويجاو تمتعوا بالبروموات الهبال نتاعنا. مرحبا بكم في مؤسسات الهادي بن عياد، لحواش نابل وفي الحمامات شارع الهادي والي. انفو لاين 98 523 174، 23 542 651. مؤسسات الهادي بن عياد هي الأولى في البلاد. Crème apaisante Arvea, le produit miraculeux par excellence contre les douleurs articulaires et musculaires. Élu produit de l'année pendant 3 ans successifs. Arvea Sahalina. مشاهير رجعنا لكم في مشاهير مدى ساعة و 33 دقيقة. ما زلنا متواصلين مع ضيفتي النجلة التونسية. النجلة أنا قبل الأشهار قلت لك جوابك على حاتم القيزاني اللي كي قال أنت مطفلة وغير مرحب بيك في النقابة، فكان انت جوابك انا حسيت هكا مستفز شوي، قلت بازره كي قال راه مصبح. شنو تقصد بمصبح؟ وانت ما تصبحش؟ لا نصبح، اما في بالي زاد باش تنكر كل واحد وتصبيحته. ايه تصبيحه تصبيحه مصبح، خاطر حاتم القيزاني عطاني اغنيه ومن بعد قال قلت بالكش كي عطاني الاغنيه في بالو بيا. انا حسيت شبهته بالمنافق، انت شبهته بالمنافق. ليه انا قلت مصبح هنا وكا، وخاطر توا يعطيني اغنيه ومن بعد يقول لي نجله، معناها ما نعرفش بيه. ما صارش اتصال بعد الحوار هذاك، هو العبد اللي تعدى النهار الخميس واحنا اليوم السبت. أيه؟ ما صارش في النهارين هذوما اتصال استفسار علاش قلت هكا، علاش هو قال هكا، كلمتوش؟ انا كي سمعته شنو هو قال ما كلمتوش. شنو باش تقول له يا اخي عبد يعطيك اغنيه ويدخل معك استوديو وتضحكوا وتفتلكوا مع بعضكم وتسجلوا الاغنيه ومن بعد يخرج يقول هكيكا مازال فيها استفسار؟ وشنو السبب اللي يخلي حسب رايك عمل هكا هو؟ وساعات واحد كي هكا يشد كرسي ولا منصب هكا تاخذوا اللي يحب يعمل فازه معني هكا ويعملها امور، وانا خليته يعيش اللحظه وكا. انا اليوم كي نكتب نجله تونسيه في اليوتيوب يخرجوا لي برشا فيديوهات وعناوين مثيره للجدل. اي انا باش نسمي لك بعض العناوين وانت علق عليه. باهي. لهذه الاسباب انا ممنوعه من دخول مصر. شنو رايك في العنوان هذا؟ اوصل لي العناوين، راه ساعات تلقى برشا عناوين تدخل ما تلقاش نفس معناها الموضوع كيما العنوان اللي موجود. هذوما عباد ولات تعملها تجاره باش ياخذوا نمبر دو فيو باش يربحوا باش يعملوا، لكن مضمونه صحيح. فما صحيح، فما اللي مضمونه صحيح. هذه مثلا العنوان اللي موجود ما انا نذكر وين هذه قلته في كنت انفيتي في الاميسيون مع انا مين انا, أنا ما نتصورش مثلا مش تلقى عنوان
معناتها لهذا السبب ممنوعه من مصر، وانت مثلا عندك مشكله في المغرب اكزامبل مثلا انا في اوتيل تشوفوا منزل الفاخر نتاع نجله التونسيه هو الاوتيل 5 نجوم، قلت ما صار ما شاء الله. به شنو رايك في اللي صار في هند صبري في مصر كي شاركت في حدث نقل الموميات الملكيه في مصر؟ برشا انتقادات وبرشا ناس تضامنوا معاه، زاد شفنا برشا فنانين تضامنوا معاه كيما محمد منير مايا مرسي. انت شنو رايك، شنو تعليقك؟ قريت على محمد منير، شنو تعليقي؟ باش نقول ربي يهديهم، على خاطر الفن ما عندوش جنسية وما عندوش بلاد. وهند صبري معناها بارما هي فخر لينا كممثلة تونسية، هي كيف كيف معناها في الوطن العربي ومصرية، علاش ليه؟ معناها عايشة في مصر توا أكثر من هوني، وإحنا كي جيو المساروة نفرحوا بيهم والكل. استغربت ما نتصورش المساروة الكل رد فعلهم هكا، أكيد ذي حاجة قليلة معناها غيرة ولا باش يبدلوا، خاطر هي دمها مش مصري وإحنا. قريت شوية هكا، إما هند صبري ديما تقعد نجمة ونتشرفوا بها، وعيب اللي هما عملوه، وهوكا برشا فنانين كبار من عندهم تضامنوا معاها وعطاوها حقها. لقيت زادا فيديو عنوان آخر أو أرتيكل، أساور لنجلة ملا نفاق ونجلة تنفعل. هذه في البرنامج، في البرنامج جاي قالت لي ملا نفاق، جاوبتها علاش قالت ملا نفاق تخدموا بعضكم نورمال، راكم تعرفوا بعضكم برشا وفما شويه احترامكم امام زملاء في نفس القناه في نفس البرنامج، انه معناتها يجي حد لزميله ملا نفاق نحس ملا من الاول البنيه مبنيه بنيه مسيحه. قالت لي تعرفوا بعضكم برشا، مش لازم كل ما نخدموا بعضنا لازمنا نكونوا صحاب، نخدموا مع بعضنا اما مانيش احتراما للزميلة. ايش باش نعمل كي هي قالت هكيك نقول لها انا شبيك، قلت ما عنديش. جاوبها بنفس جاوبتها. شنو جاوبتها؟ جاوبتها علاش كي قالت لي ما لا نفاق، جبدت لي على حكيت ما قلت ليش ليه وديما هما مكثر وبرشا راهو فيديوهات في البرنامج ديما انت واساور، مشاده كلاميه بين اساور ونجله، نجله التونسيه ترد على اساور، اساور عرفت حسيتكم انت وزو ديو اسكو انتم بينين بالحق هكيك والا بالرسمي راهو يصيروا مشاكل من نوع هذاك؟ يصيروا مانيش بينين، وعلى خاطر أغزلي هو البلاتو هذيك من أصله اللي موجودين فيه الكل ما همش معناها ما يخموش كيف كيف، ما همش نفس السيل معناها، أكيد كي بش يطرحوا موضوع مش كيما أساور بش تجاوب، كيما رأي أنا كيما رأي قدور كيما رأي حسن كما راي العباد الكلها، باش ممكن الطريقه كما قلت انت مثلا ما كاريش قالت نفاق ترى شنو، وكل واحد كيفاش يحب يحكي معناها، ما نجمش انا نحكم على راي العباد، ولا ما نجمش نحكم في تصرفات اللي مقابلتني حتى ولو كانت هي زميلتي، فهمت؟ به نجله سيليباتير ولا كوبل انت؟ لا سيليباتير. الله سيليباتير، دونك معناتها نجله تونسيه حصريا ولأول مرة تقولها، أو أول مرة تقول سيليباتير ولا صرحت؟ ما صرحتش. لا أول مرة. أول مرة تقول اللي هي راي سيليباتير. دونك. هي ما شني خليتها محلولة؟ ما نحبش نقعد سيليباتير، ما يجي وخطبوني. يجي وخليها مكتوبة تكون فخر حاجة كبيرة بيا. دونك نجلة التونسية سيليباتير. نجلة في الأخير مش نلعبوا لعبة مع بعضنا. أنا مش نسمي لك بعض الإعلاميين أو الفنانين، كان يتقدموا لك للزواج تقبل ولا ما تقبلش؟ لعبه هي اللعبه اللي صحيت مثال مش حلوه برشا فخ فيها اللعبه بيه. برا انا مش نحي على خاطرك مش نحي الفخ به، وكان يتقدم لك على الشاب على الشاب على الشاب، والحاجه انا نحبه على الشاب برشا، اما ما يجيش عندنا باش ناخذ عبد الرزاق تقدم لي على الشاب اخوه، تقول انت عيب سيلفي هذاك سيلفي وخات شيبي سمير الوافي سمير الوافي هلا عليه عليه عملت لك ليه؟ ليه معناها ما نعرفش ماهيش ليه طبيعيه حسيتها ليه ليه ما هو انت زاد واحد كي باش تقدم له سمير الوافي علاقتي بيه طيبه والكل، اما كخطيب ولا زواج والكل يلزم عبد يكون هكا قريب منك في الدنيا، فهمت؟ لطفي بوشنيق طبيعته مش كيما نحبوا لطفي بوشنيق نموت عليه، طبيعته ياسر عسل. يحبك لطفي؟ ليه انا نحبه معني علاقتي بطيبه، هي معناتها شخص محلي يعزك برشا هكا هو وهو كطبيعته ياسر محلي. اغزل لي لطفي بوشنيق الوحيد اللي لنهار يعمل تصريح مش علي انا، على الناس الكل اللي هو خايب، الاجيال الكل تحبه لطفي بوشنيق. واخيرا الاعلامي هادي زعي هادي زعي، ما انا ديجا قلت قبل قالوا لي شكون الاعلامي اللي تتمنى تاخذ تاخذ، وقلت لهادي زعي على خاطر كما قلت لك نحكي على الصفات
اللي موجودة أي في الهادي وهل فما معناتها ليه أخويا صديقي الهادي زعيمة منا نحكي كصفات اللي موجودة فيه فهمت صفات اللي موجودة فيها صاحب وخدام هكا ثقة برشا حاجات باهين فيه أنا نحبه الهادي زعيمة شكرا لك نجلة نورتني بحذايا اليوم لك عايشك عايشك فرحان برشا والله اللي انا حاورتك زيدا وفنفونيتي الكل يسلموا عليك سلم عليهم برشا ونحبكم برشا تابعوني رمزي بوان هل تعلم في الانستغرام في الانستغرام تابعوني انا اوفيسيال نجلة التونسية وديما تسمعوه كل نهار كل نهار سبت من نصف نهار ساعتين برنامج مشاهير على راديو ميد احنا متواصلين معكم حتى